نروح من وزارة السياحة والآثار لمبادرة حياة كريمة اللي الأيام دي بتكثف شغلها في مسألة تطوير المدارس ورفع كفاءة المدارس في القرى علشان تكون جاهزة على بداية العام الدراسي الجديد. في أسوان تحديدا تم إدراج أكثر من 35% من المدارس اللي موجودة في قرى حياة كريمة علشان ينتهوا من تطويرها خلال الفترة اللي جاية وتكون جاهزة على العام الدراسي الجديد. نعرف تفاصيل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني قولي لنا عدد المدارس اللي المفروض يعني يتم الانتهاء من تطويرها وتكون جاهزة على العام الدراسي الجديد. صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا مصطفى، وصباح أهلا الخير بك على يا كل أهل دكتور. مصر المحروسة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكم. عندنا في أسوان حوالي 410 مدرسة أدرجت في قرى حياة كريمة، واللي مخطط إن شاء الله على بدء عام دراسي القادم خلال 19 تكون جهزت لبدء الدراسة فيها. كمان نقدر نقول إن في 8 مدارس انتهت فعلاً وهيبدأ الدراسة فيها في الشهر المقبل إن شاء الله مع بداية العام الدراسي الحالي المنتظره. خلال الفترة دي طبعا احنا رجعنا برضو كل المدارس اللي دخلت صيانات أو دخلت إحلال جزئي إنها تكون برضو بقت على أتم استعداد لبدء العام الدراسي فيها في منتصف شهر سبتمبر القادم. جدير بالذكر برضو إن أنا أقول لحضراتكم إن احنا المرة دي بنحاول نركز على استقبال وتوفير بيئة جميلة ومناسبة لأطفالنا إن هم يبدأوا عام دراسي جديد من خلال إجراء بعض المراسم معينة لاستقبال الطلاب السنة دي في المدارس، ودي بنرتبها مع مدير المدارس كلهم على مستوى أسوان كلها. وممكن نضيف كمان لحضراتكم إن إحنا السنة دي برضو هنركز بشكل كبير قوي على الأنشطة الرياضية أثناء العام الدراسي. وان احنا دكتور زينا غدا معلش، هي فعلا كل المدارس دي اتفضل. مدارس كانت موجودة وتم تطويرها وترميمها من قبل مبادرة حياة كريمة، ولا في مدارس من دول مستحدثين داخل هذه القرى؟ لأنه أنا يمكن شفت وسمعت إنه الطلبة كانوا بيمشوا مسافات كبيرة جدا علشان يقدروا يوصلوا للمدرسة، ويمكن كان بيحصل عملية من عمليات العزوف عن التعليم بسبب المسافات الكبيرة. ده صحيح، لا هو عدد كبير جدا من ال 410 مدرسه مدارس جديده وليست احلال، ده بالاضافه طبعا المدارس اللي كانت قائمه تم تجديدها واما اجراء توسيع عليها بمنشات اكثر عشان تستوعب برضو العدد اللي موجود فيها. طيب مشروع حياه كريمه اللي بيعد يعني المشروع الاضخم في التمويل، كم في الميه منه مستقطع لتطوير المدارس أو العملية التعليمية أو ما يعني ما يتعلق بهذا الأمر؟ بالنسبة لمحافظة أسوان احنا عندنا يعني القرى حياة كريمة كلها اللي دخلت، أيوه، تم دراسة كامل احتياجاتها من الناحية التعليمية وإدراج احتياجاتها بالكامل. تمام. أنا حابب برضه أقول لحضرتك إن السنة دي إن شاء الله هيبقى في كأس المحافظة لمعظم الالعاب الرياضيه سواء الجماعيه او الفرديه، وكمان بنخطط انه نشكل منتخب من طلاب المدارس بحيث على منتصف اجازه منتصف العام هنحاول نجهز منتخب في الرياضات الجماعيه، وبالتنسيق مع كليه التربيه الرياضيه بجامعه اسوان هيتعمل لهم زي معسكر اثناء اجازه منتصف العام واخر العام. أنا فاهم حضرتك، بس أنا يعني ربما أنا عايز أسأل على إن أنا عندي ميزانية مثلا لحياة كريمة، أنا بصرف على الصرف الصحي، على تطوير مياه الشرب، على الطرق الآدمية اللي أستطيع إن بصرف على الإنارة، وبصرف أيضا على العملية التعليمية، أنا عندي كذا بند، البند ده كم في المية وده كم في المية؟ هل في عندنا إحصائية بده في محافظة أسوان على سبيل المثال ولا ما فيش؟ لا يعني صراحة مش هقدر أقول لحضرتك الرقم لأن أنا فعلا مش حاضرني. حوالي احنا بنتكلم تقريبا المدرسه بتكلف حوالي تقريبا 12 مليون جنيه المدرسه الواحده، فبنتكلم في 400 مدرسه، تخيل حضرتك الرقم يعني. طيب يا دكتور، المدارس اللي هيتم افتتاحها وتكون جاهزه على العام الدراسي الجديد بتضم اي مراحل؟ مراحل ابتدائيه فقط؟ لانه في مدارس كمان جديده حضرتك قلتي ده، فالمدارس الجديده بدأ بالمرحله الابتدائيه فقط ولا لا مكمله؟ لا مكملة يا فندم، وفي عندنا مجمعات، في 4 مجمعات من كي جي ثانوي،
بحيث حتى اللي كان بيروح مدرسه بعيده يا دكتور غدا يقدر ينقل للمدرسه القريبه اللي هتفتح منه دي. ده اكيد طبعا. ده بتدي اولويه طبعا، حضرتك عارفه التوجيه الجغرافي، فده الاولويه بتبقى للاقرب في مقر سكن. هل في معايير بنحطها علشان نقول المدرسه دي تندرج ضمن خطه التطوير ولا لا؟ طبعا بتبقى في عده معايير. اولا الحاله الانشائيه بتاعت المبنى والاستيعاب بتاعها، الكثافه بتاعت المدرسه، هل محتاجه توسعه او لا؟ وده بيتعمل له دراسه سريعه من خلال مديريه التربيه والتعليم عندنا مع الابناء التعليميه، بالاخذ في الاعتبار طبعا بعد المسافه ما بين التكتل السكني ده او النجع او القريه، وما بين اقرب نجع وقريه ثانيه فيها مدرسه ثانيه. صحيح، بالفعل يعني حياه كريمه مشروع مهم وعظيم، واعتقد ان هو ما يعني ما وقفش بس هدير على قصه تطوير مياه الشرب او الصرف الصحي او الاناره، لا ده وصل كمان ل مراحل متقدمة جدا من تطوير أيضا ملامح الحياة التعليمية لأهالينا في أسوان. شكرا للدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان على هذا التوضيح.